ربي نستعين والصلاة والسلام على رسل الإسلام آمين يا رب العالمين. أما بعد، ارحمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا، ورنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مصابيع هدى ونرفع رايات السلام. يا حنان يا منان يا خالق الكون بما فيه من أنام آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. الآن إن شاء الله تعالى بتوفيق من لدنه حاول نأخذ بعض نفحات من بعض آيات من سورة طه عليه السلام. ربي وحنتحدث فيه قريبا، نبدأ بآية 109. يومئذ أي يوم الحساب لا تنفع الشفاعة، منارتها تنفي الشفاعة، شفاعة درجات، شفاعة ربانية محمدية رسولية محمدية عليهم السلام جميعا، وبعد المجاهدين والشهداء والصالحين والمجر والعلماء الربانيين. يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، يعني يأذن له وقد رضي قوله، يعني إذا كان مصدر عن قوله والذين له لغير رضى عن قوله فلا شفاعة له. فهذا اللي يحلم للشفاعة جاية جاية لك تعوم في الشايع تجي هو صلاة حتى تجد الله عندك فيوفيك حسابك. حرقوا لكم الفيديوهات هذوما ولو بيوم نوع من ترهيب، لكن حالتكم يتدعون إلى ذلك. قل حالتكم مورطين للعنكوش، وربما وكا مورطين مع إبليس اللعين. وعلى الأول حالتكم قتل التيك اللي تدعو إلى الشفقة، ما يكون ما وقت في الإرسال الأذان، الإرسال القرآني القدسي المحمدي الإبراهيمي عليهم السلام جميعا. يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. طيب ذلك اللي قاعد يعمل توا في تهريج الناس، قال فولو التجميع هو اللي بوزر وغيره، ولا لا غير يهرج الناس، يجيب الغافلات المغفلات بليات حين الرحم بلا شك يمضوا كيان الجمال الظاهري أما الباطن مقروب عادة. بقل صوم كل ريجة ويعطوا للناس ريحة، يوحي بي بعصر ريحة، يوحي بفقادة معينة كلها كلها توا تعمل حركة فلانية، مش بس بطريقة فلانية شيطانية، ومش تنعقين هو كلها مش تغني هي تنعق، ومش فاهم ومو نقص فاهم على تلك المسلومة اللي يدور شؤون التهريج هذايا. قال له وقال ببليسيتي بالوقتاش ببليسيتي مقولة حتما بالتهريج إلا وقت يبنوا صورون يدخل فكرة. قالوا هي الأمل، زيد ادعسهم زيد ادعكم زيد غيبهم عن دينهم، احنا نتحكوا على عداوة بني صورون الموطن القديم الإسلام ولي أهل الإسلام. هتقولنا في الإعلانات الكلاب هذوما يجيبوا حب رأسه كل كذا المشهد الفلاني الصوت الفلاني المنظر الفلاني للوجه، المنظر الفلاني للكتفين عاريتين، المنظر الفلاني للنادين بارزتين دا وبيبقاش. وبعد يقول له امشي كما نستعمل الأزياء نفس الشيء، امشي وعري وغطي مونتري كاشي مونتري كاشي، مو لعبة الفخذين الأنثى ما ساعة هل عد تضرب الزين تضرب الكبير. المؤامرة دي على الخلق مغفلين تضرب الكل، والله يجيبوا يدونوا لا يدريوا ماذا حدث لهم. انساء بعدك ساعة لك الشيطان والميزونسان شيطانية زيادة، يبقى لو تمشي قبل ما بزيد خبر هو مو بزيد فلوس ها هذا يمشي يبيع القنوة الفلانية ويعدي على الانترنت وياخذ بالالكترونية ولا مجرد ذلك، هذا مش تاخذ باللي عندك
باللعنة ورا اللعنة. تلم الفلوس بالحرام يعني كهنت ناس بما في مكيبية مورد بها وخلقت في الناس شهوات مكان يد واحد منها موجودة اي باختصار زرعت فيهم حاجات هم هي ليست بحاجات وضرت عليك الملايين والمياردوات والتريليونات ومكشفانش السنابيك من مباغتات من القضاء الرباني. انا اقول لكم بس ما تقولوش ما عرفتوش، اقول لكم بايجاز وما فايده في التقرير. اذا لم يشيخون يومين لا تنفع الشفاعة الا ما اذن الرحمن ورضي لو قال الحق قد انت لك قال شفاعة وتطلبها ما تلقاش. لا يقول لك لك الله يعني لا يعني ليس أمثالك يعني وقت كنت تتكلم قبل وكنت تفرق لكذيب وتنبيات الباطلة كنت ناسي ربك. الآن تستحق عندك الشربة وتدفع الثمن إن لم تتم من قريت كذا. حتى واحد منا ما عنده عهد من الله مش عارف وقتاش تكرم الغرغرة وقتاش ما عنده يقبل منه تو يا وقتاش تشرب الغربة ولا وقتاش المنية متاعك قالك هاني جيت جيك بخت كيك انت من نوع الاعراض من الناس جيك بخت يعني كنت جبتك كبيرا وخليت الناس يحكيوا بصلاة وانت كليب يوك المغنيين خليت اسمع في النعيق وخفت لك شماغ انت انت الشعب ربي الشعب اللي انت بدكت بالعصول سوق قبل الإسلام حتى ولا اليوم يبدأ يشتع بيده المنديل يشتع مغير بالحارم ويرمحار على كل حال. لو غير الله تنفع الشفاعة والأم من أدين الله الرحمن والله له قولا يعلم ما بين أيديهم الآن وبعد وما خلفهم ما يحفظهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. حدثنا وعنت الوجوه يعني بشعر له كافرها ومؤمنها للحي اللي هو لا يموت بل هو خلق الموت بعد ما تشاء وينزعه متى شاء ليخرج الحي من الميت. القيوم هو اللي يعطي البروفيزيون لكل خلائقه اللي يقتلوا عنده طاقة عنده مجال يتحرك فيه بشر عنده أرزاق مقصومة الجن نفس الشيء وقالهم سلامه على من صلح من جن وبشر.